دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم تمثيلية الأسبوع. المخرجة المنفذة سناء حمود. تمثيلية الأسبوع، إخراج محسن غازي. بوح الياسمين. تأليف عبد الرحمن محمود. أبو ممدوح، شبك صافين؟ بشو عم تفكر؟ مشغول بالي على ممدوح، من أسبوع ما حكى معنا. الغايب عذره معه يا رجال، ما بتعرف شو ظروفه. الله يحميه وينصره على مين يعادي يا حق. آمين يا رب العالمين. لا تخافوا عليه، بكرة بيجي. يعني ضروري تضل سيرته على لسانكم. لك هذا أخوك واختصاصه طيار حربي، معقول ما تقلق عليه يعني؟ والله ماني شايف حدا قلقان علي أنا، ولا عم بفكر فيني وبمستقبلي. لك أنت بحياتك ما لازم تفتح تمك بكلمة وتحكي بين البشر، لأني صرفت عليك أنت بالذات أكتر من كل إخواتك الشباب والبنات. مزبوط كلام أبوك، أنت ما فلحت بالدراسة وما قدرت تتعلم مهنة أو صنعة، فليش عم تلومنا؟ بكفيني عم بشتغل بالأرض. يا جماعة ما في داعي تقسوا على أخي كاسر، صحيح ما فلح بالدراسة بس اشتغل برات البلد وجاب معه مصاري منيح، وهي هلأ عم يشتغل بالأرض. يا ريته ما راح ولا جاب مصاري. ليش بابا؟ الإنسان بيدور على رزقته وين ما كان. صحيح كلامك يا بنتي، بس اسألي وين صرف المصاري اللي جابها وكيف. ما حدا ما بيغلط، والشاطر اللي بيتعلم من غلطه، مو هيك أخي؟ وقت اللي رجال بيحكوا انت لا تتفهمني مفهوم. ولو انا عم دافع عنك لك اخي. ماني بحاجتك تدافع عني، انا رجال وبعرف اتصرف. ايه مثل ما بدك. قومي سوي لنا بريق شاي قوام. حاضر على عيني. تفضلوا هاي الشاي. يسلموا ايديك يا بنتي. الله الله يصونك يا بلد من غدر حسادك، نور الحياة انولد. الله عجبهة ولادك. الله عليك يا سادة، خلي كلامك بينحط على الجرح بيطيب. ايدك على زنادك تتبقى شمس. نادي كاسر، نادي يسهر معنا ويشرب له كاسة شاي. يا سيدي صدق المثل، الجنون فنون. هلا بدك يانا نسهر مع واحد عقله مخشخش؟ اللي بيكون عقله مخشخش ما بيكون عاشق لوطنه وبيحكي شعر مثل ليرات الذهب يا ابني. لك ابي انو عاشق وانو ليرات ذهب؟ لك هذا ساعده كل ليله على هالمنوال، بيمشي بزواريب الضيعه وبينادي اشكال والوان. يا ريت يجوا المسلحين يقتلوه يخلصونا منه بقى. لا حول ولا قوه. حرام عليك يا كاسر، ساعده انسان طيب وشاعر. يعني انت لازم تتفلسفي وتحشري حالك دائما بغير محلك؟ المهم تفرجينا انك جامعية وما حدا بيفهم غيرك. لا مو قصة جامعية او غيره، بالاساس لغة القتل لغة الناس المتخلفين. اسمعي وليه اوعى ترفعي صوتك قدامي، ها تاخدي وتعطي معي؟ مو انت اللي بتعلميني شلون احكي، فهماني؟ واذا بتعيديها تاني مرة قسما. شو قسما يعني؟ شو
تضربها يعني؟ ايه بضربها، لأن ما بتعرف حدودها. وبحضوري كمان؟ ايه حتى لو كان بحضورك. لك قوم انقلع من خلقتي واوعك تقعد معي مرة تانية، قوم. حاضر ابو ممدوح. ايه والله لك خليك تشتهي شوفتي والله. درب سد ما يرد، درب الاخد ما يجيب. صباح الخير يا جماعة. يسعد صباحك يا ابني. شو صار معك سامر؟ ان شاء الله عرفتوا شي عن اخوك كاسر. امي امبارح فتنا المنطقة انا واخي جواد، ما لقيناه، وسألنا رفقاته واصحابه، ما حدا عم يعرف عنه شي. يا ويلك يا ام ممدوح، لك وين راح الولاد؟ لا تخافي عليه، لا تخافي، عمر الشقي بقي اكيد مثل العادة، بيغيب اسبوع زمان وبيرجع. ألو نعم أخي ممدوح، يا أهلين وسهلين، كيفك أنت؟ كلنا بخير، اشتقنا لك. بابا ماما أخي ممدوح، تعالوا احكوا معه. الحمد لله، ألف الحمد لله يا رب. ما قلت لك يا بنت الحلال ممدوح بخير، وما شاء الله عليه طالع رجال أبوه. أيوة النعم يا سيدي، ما قلنا شي، بس يعني لما حدا من أولادك بيغلط شي غلطة بتقول هالولد طالع لخواله. يعني الشغلة المنيحة والحسنة إلك والسيئة إلي ولأهلي، ما هيك؟ أعوذ بالله، ولو أنت الخير والبركة وأهلك على راسي وعيني. غيره شوفي كمان. أشرار أشرار اللي شعلوا الفتنة بقلب الدار، صفوا النفط وزادوا اللغط تيحرقوا سوريا بالدولار. سامع بابا؟ سامع شو عم يقول سعدو؟ سامع يا بنتي سامع، رح اندهله. بيني وبينك السهرة معه ما بتتفوت أشرار أبدا. أشرار هلأ وين صرنا محمود؟ لك شبك خايف؟ شد حالك، هدول وبيات. لك لا يا أخي مالي خايف، بس والله مشينا بالسيارة مسافة طويلة لحتى وصلنا لهون، قطعنا سهول وجبال ومسافات ايه معلش معلش، لساتنا جوات سوريا. وهي يا سيدي قدامك مزرعة طويلة عريضة وبيت مثل القصر، شو بدك أحسن من هيك؟ على عيني، بس والله صرنا بعاد كتير عن الضيعة. ايه معلش، انسالي الضيعة واهل الضيعة، انت هلأ بالحفظ والصون، والجني الازرق ما بيعرف وين نحن. ايوه، ولمين هالمزرعة وهالبيت؟ لك انت شو بدك بكتر الاسئلة؟ بعدين بتعرف كل شي. يلا انا رح جهز الارجيلة وخليك تسلطن على الاخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالاخ سعدو. بالمهل يا ابن ممدوح. اللي لشوف اخي سعدو، انت ليش بتطلع بالليل وبتنادي بطرقات الضيعه؟ لك اخ لاني مقهور يا ابن ممدوح. لا حول ولا قوه الا بالله. جوعان شي سعدو؟ اماني برقبتك، لا تستحي، البيت بيتك. لا لا والحمد لله، اكل مكتفي، كاسة هالشاي وبتكفي. احكي لي لشوف، حدا عم يزعجك او حدا عم يأذيك؟ ابو ممدوح انا مالي ضعيف، وما حدا بيسترجي لا يزعجني ولا يأذيني. ها لك شو القصة؟ هات لشوف القصة يا سيدي. اسمع، ما
شو رأيك بنفس هالأرجيلة؟ عسل عسل. ايه ولسه ما شفت شي. المهم انت خادم عسكرية ما هيك؟ ايه طبعا. عظيم. وليش عم تسألني؟ شو رأيك بقرشين على كيفك كل آخر شهر؟ والله يا ريت. بس من وين يا حسرة؟ عندي. إذا بتحط عقلك براسك وبتصير واحد من مجموعتي. شو قلت؟ مجموعتها؟ إيه؟ ومجموعة شو هي دخيلة؟ شبك كاسير؟ مجموعة صح صحيح. هلا والله أنت زعيم مجموعة؟ إيه بس أنا ما بعرفك إلا دبوري عطال بطال. وهي الشغلة كتير بتضحك يعني؟ يا سيدي سبحان مغير الأحوال، كنت عطال بطال وهلأ صرت شي تاني. إيه؟ ليش لا؟ المهم إذا بتوافق إلك غير القرشين حصة من الغنايم كمان. شي حلو. وإن شاء الله هالمزرعة وهالبيت الفخم من الغنايم. هلأ بلشت تفهم. اللي قاهرني يا أب ممدوح إنه هالشباب اللي عم يموتوا أولادنا يعني سوريين، والبيوت اللي عم تتهدم بيوتنا، والمصانع اللي عم تنحرق مصانعنا، وكل شي بنيناه بهالبلد من دمنا وعرق جبيننا. معك حق يا سعدو، معك حق. الله يجازي ولاد الحرام. عمو سعدو، لمؤاخذة، من امتى بتقول شعر؟ من زمان يا بنتي، من وقت ما كانت هالياسمين اللي قدام بيتي غرسة صغيرة. انت اللي زرعتها؟ ايه يا بنتي، زرعناها انا ورفيق إلي. كأنه إلى قصة بحياتك. معك حق يا بنتي، لأنه هالياسمينة بتذكرني دائما برفيقي فؤاد، استشهد بحرب تشرين المجيدة، وكان يحب الياسمين كتير. من 40 سنة لهلأ ما نسيت رفيقك يا عم سعدو؟ ومستحيل انساه. كتب لي قبل ما يستشهد بيوم واحد، كتب لي كمل كمل طريقي يا صديقي، وازرع جناي النغم، رندح بيات وصبا، وخلي هويتك علم. سوري، نعم سوري أنا، وعنواني بين الأمم سيف وقلم. كمل كمل طريقي يا صديقي. لك كاسر، لك يقوم بقى بكفي نوم. لك ليش قديش الساعة؟ لا صارت 5 الفجر، قوم اتحرك. ايه يلا. وهي امت يا سيدي؟ ها خود مسيك، خليك ابضاي وصاحي. شو هاد محمود؟ بارودة وزخيرة. ولايش بقى البارودة والزخيرة؟ بدنا نقطع الطريق العام ونخطف ناس. ايه وانا شو خصني؟ اسمعوا لك كاسر، انت مالك جاي معي مشوار مشان تشم الهوى، انت جاي يا قاتل يا مقتول، ودخول الحمام مو مثل الطلعة منه. شو يعني؟ يعني انت صرت بتعرف كل شي عني وعن مجموعتي، ويا روح ما بعدك روح، راس مالك رصاصة براسك، ويا دار ما دخلك شر. لا 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 معلم لا، هاي ستور حريماتك شو هالحكي. هات هات عطيني هالبارودة، هات لعيونك. ايوه هيك بدي اياه. صباح الخير يا جماعة. صباح النور يا هلا حبيبي. وين حمل شنطتك وماشي؟ شو أمي؟ شو نسيتي؟
من بارح بلغوني الشرطة اني مطلوب على خدمة الاحتياط ولازم التحق بوحدتي. يعني الشغلة اجت على رجليها، انت كنت ناوي تتطوع وهي الله فرجها عليك. طيب واذا ما التحقت بوحدتك شو بصير يعني لك ابني؟ لا ماما شو هالحكي، اذا كل واحد فينا بده يتقاعس عن اداء واجبه مين بده يدافع عن هالبلد؟ صحيح سامر غالي علينا بس هذا وطننا. روح يا ابني روح، الله يوفقك ويحميك ويحمي هالبلد. يسعد صباحك يا عمر، يا شجرة الياسمين، بوحي بشذاك يعدني وأوعك غصونك تنحني. صباح الخير يا عم سعدو. أهلين يا بنتي يا نوار، وين رايحة؟ رايحة على المدرسة مثل العادة، علم أولاد الضيعة. طيب تعي يا بنتي، تعي خدي معك شوية ياسمين وعلمي الأولاد يكتبوا بالزهر وطن محبة. يا سلام يا سلام يا عم سعدو، رح ساوي إلي عقد من زهر الياسمين كمان. إيه يا بنتي، حطيه برقبة أصيل محنجلة وبالعز وغنان النصر. الله يا عم سعدو قديش جواتك عشق للأرض والإنسان. الله يسامحك يا محمود، الله يسامحك خليتني اقتل. لك انا لا بحب القتل ولا بحب الدم ولا بحب ريحه الدم. معلش معلش، معك بتتعود، خليك رجال. يلا قوم معي، حاجتك لاطي بهالوكر مثل الواوي. وين بدك يعني قوم؟ السياره اللي اطلقنا عليها النار اللي فيها ماتوا، خلينا نشوف شو فيها رزقه. يعني هي هي الغنائم اللي حكيت لي عنها امبارح؟ يا عيني عليك، ولسه عندك بيوت فيها مصاري وذهب وغسالات وبرادات وأجهزة كمبيوتر واللازي منه. العمى قوم 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 اتحرك، انت بتحميني وانا بحميك. يلا قوم. يلا تفضل. خلصنا ممدوح، شو بكي؟ ليش عم تبكي من الصبح لهلا؟ ما بتعرف ليش يعني؟ لك من 6 أشهر ما شفت ابني ممدوح ومحروق قلبي عليه، وكاسر الله أعلم وين أراضي، وسامر راح على الاحتياط. الواجب واجب يا أم ممدوح وبدنا نتحمل، ادعي لهم الله يحميهم. آمين. يلا يلا قومي معي حتى نقطف شوية زيتون وعيتون للمونة. ولمين المونة يا حصرتي؟ ما صفي حدا بالبيت. بس يجوا إجازة بتعطي كل واحد حصته. ايه مزبوط كلامك. قوم يلا قوم. يلا عارف محمود، والله لهلأ لا لي عارفان ليش حامل هالبارودة ولا لي عارفان ليش عم أوس منها. إيه مو ضروري تعرف، طالما مصاري وعم تقبض وكل يوم المساء عم تعمرها، شو بدك بهالمعرفة؟ والله هيك الحياة مو حلوة. بيقول المثل الجنة بلا ناس ما بتنداس. لك شبك انت أجدب ولا عم تجدبها؟ ليش معلم؟ كانوا جنة وأنوا ناس، انت وأنا وباقي المجموعة مطلوبين وما في قدامنا غير حبل المشنقة. بس أنا سمعت من كم يوم أنه صدر عفو، قالوا أنه اللي بيسلم حاله وسلاحه بيتراجع عن غلطه بيرجع بيعيش حياته بكل طبيعية. بالله شو لك هذا العفو، مو قولي ولك نحن متورطين بقتل الناس، وبعدين مو على كيفنا ننسحب إمتى ما بدنا. شلون يعني مو على كيفنا؟ لك يا كاسر، نحن مطلوب مننا ننفذ الأوامر وبس، ولا تسأل كتير لأنه بيجعك راسك بعدين. بعدين تعال هو
لا تخلي الفار يلعب بعبي. ايوه لا معلم، لا الله يرضى لي عليك، القصة لا فيها فار ولا فيها قطاط. انا بس عم بسألك لانه هلا مو انتوا اللي عم تقولوا انه بدكم حرية؟ لك انه حرية هاي صار الدم للركب، الله يستر من الاعظم. ولي ليش لسه في اعظم من هيك؟ لك القصة اكبر مني ومنك، بعدين اذا بدك تنفذ بريشك بتكون اطرش واخرس واعمى. قوم جيب هالأرجيلة مشان اعطيك نفس تنسى اسمك وتصير بعالم تاني. قوم. حاضر معلم. بصراحة يا بنتي، بصراحة يعني شايفك عم تهتمي زيادة بسعده شوي. بابا سعده جواته طفل صغير وقلبه أبيض وشهم، ليش ما أهتم فيه؟ ما اختلفنا، بس يعني عمره حوالي 60 سنة وما بيناسبك. ايه أبو ممدوح، لا يروح فكرك لبعيد، مو معقولة تفكر نوار بواحد مثل سعده. يعني قلت لحالي بجوز بنتك عم تفكر انه صار عمره يعني فوق 30 سنة وصارت بلا ما نحكيها. لا بابا احكيها ما فيها شي، انا صرت عانس مزبوط ومو عيب. بنتك ما بيعجب حدا واللي تقدموا لك تار. صحيح ماما، بس اشتهيت واحد، بس واحد يكون بمواصفات سعده. ما فهمت شو قصدك لك بنتي؟ كتار من شباب هالايام ما بيسألوا غير سؤال واحد، قديش صار راتبك يا أنسة نوار؟ يعني إذا سعده طلب إيدك بتقبلي تتجوزي؟ ما بظن يطلب إيدي أو إيد غيري. أوف 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 أوف، وليش بقى؟ لأنه سعده كان بحياته قصة حب مع إنسانة ماتت وبيعتبرها مسافرة وما ممكن يرتبط بإنسانة تانية. الله الله يصونك يا بلد من غدر حسادك. أي والله. هات سعده. نور الحياة انولد عجبهة أولادك. أكيد هذا جاي يسهر عنا. قومي يا بنتي، قومي سوي لنا بريق شاي. حاضر بابا. شبك لي عم تبكي؟ شو في؟ تذكرت أخي. مين أخوك؟ أخي ممدوح. هذا ما بعرفه، شو بشغل أخوك ممدوح؟ أخي طيار. ايه كان بده يعني يكون ضابط بالجيش، بس أنا ما فلحت بالدراسة. ايه قوم نام، قوم بلا أخوك بلا أبوك بلا وجع راس، بكرة عنا مهمة صعبة. قوم. يلا معك حق، لازم نام لأني ما عدت عارفان الشرق من الغرب. لك شو حاطط لي بنفسها الأركيلة معلم؟ عسل عسل. شو قصتك اليوم يا سعدو؟ حالي دقنك ولابس طقم جديد وفارد شعرك على اليمين. اصدقني اول ما دخلت على البيت ما عرفتك. الحديث الشريف بيقول ان لبدنك عليك حقا. والحياه حلوه ولازم نعيشها صح مهما كانت الظروف. وبعدين الك عندي بشاره كتير حلوه. هات لشوف. بشر يا سعدو بشر. ابنك سامر. شو سامر؟ حكى معي بالهاتف وقال لي انه بخير وصحه وسلامه واوضاعه عال العال. الحمد لله يا ربي. لك الله يبشرك بالخير، بس غريب ليش ما حكى معنا؟ قال حاول يحكي معكم وبيظهر ما كنتوا بالبيت. صحيح مزبوط، كنا بالارض عم نقطف زيتون. ليش عم تبكي يا بنتي؟ الحزن صار مخاوينا، ما بعرف على مين بدنا نبكي، على اخواتي اللي كل واحد منهم برنه ولا على البلد ومستقبل هالبلد. ما أقول سوريا الحلوة يصير فيها هيك. معليش معليش، اشتدي اشتدي وكوني حدي. مثل الحرف اللي صنعناه، مثل النغمة، مثل البسمة، مثل القمح اللي زرعناه، مثل الرمح
ومثل الشمعة بتضوي وبتزرف دمعة. سوريا هالوطن الغالي اللي علمه مشعشع بلالي، نحنا بالدم فديناه. سوريا هالوطن الغالي اللي علمه مشعشع قوم كاسير، قوم خلصني بقى. لوك يلا قايم معلم قايم، طول بالك علي. لك يا حبيبي ما لازم نتأخر، غير أواعيك والبس بدل موهة وجيب معك بارودة وزخيرة زيادة. يلا وين بدنا نغزي اليوم معلم؟ اليوم أنا وياك لحالنا، باقي المجموعة في إلى مهام تانية. وشو بدنا نساوي أنا وياك لحالنا؟ عنا كمين عند الجسر جنب الطريق العام، شد عزماتك وخليك رجال. ومين المستهدف بهالكمين؟ علمي علمك، اجتني أوامر بتنفيذ الكمين ومواصفات الهدف ونوع السيارة ولونها ورقمها، بيظهر الهدف دسم. ومين اللي أعطاك الأمر معلم؟ كاسير، ما اتفقنا تبطل أسئلتك اللي ما قلها طعمي؟ ايه لا تواخذني والله نسيت، بس لسه راسي مطوش من نفس مباري. ايه معك حق، يلا يلا استعجل. وهي ستي صرنا قاطفين 10 تنكات زيتون وعيتون، منيح هيك؟ كتير كتير منيح. إذا زاد أحسن ما ينقص، شتوية طويلة والزيت والزيتون بركة. أبي أمي. على مهلك على مهلك يا بنتي على مهلك. خير خير، شوفي ليش تاركة دوامك بالمدرسة وجاي لهون؟ أخي ممدوح حكى معي وقال إنه جاي إجازة يومين وجايب معه مرته وولاده. رافهما لك يا ميت أهلا وسهلا، ميت أهلا وسهلا. ما قالك إمتى بيوصلوا؟ يعني صاروا ماشيين هلأ على الطريق، ساعة زمان بيكونوا بالبيت. الله يحميهم يا حبيبي. يلا تعوا 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 ساعدوني نحط الزيتونات بصندوق السيارة. يلا أوام. ولا يهمك بابا ولا يهمك. هذا هو الهدف. بس كأنها سيارة مدنية معلم. لك مدنية عسكرية مو مهم، المهم ننفذ الأوامر، مفهوم؟ لك لا تكون غلطان، لك شوف كأنه السيارة فيها مرأة ولاد صغار. لك لا ماني غلطان. نار نار. لا يا حبيب لا، لك حرام عليك. شبنا أم ممدوح شبنا، أي والله خيلتيني، لسه فايتي طالعة فايتي طالعة. عدي بقى عدي لشوف. لك يا بنت الحلال الغايب عزره معه. ما عم بقدر يا أبو ممدوح، ما عم بقدر أقعد، ما عم بقدر، نار وشعلة جواتي. ممدوح تأخر وخايفة يكون صار له شي لا سمح الله. فال الله ولا فالك. بجوز مارق على السوق بده يجيب معه شوية فواكه وحلويات. حاكم أخي ممدوح كريم وما بيفوت على البيت وإيده فاضي. هذا كلام الناس اللي بيفهموا. الحامي الله يا بنت الحلال، الحامي الله. ونعم بالله. همس وحكي وأسرار والديب جوا الدار، اللي بيسلم عقاله لناب الغرب وبيقول عن حاله صديق وجار، رح يكتوي بالنار. أشرار أشرار اللي ريحته نفط وعفن. رجع سعدو ينادي، يعرف شو بيعني الغار. الله يعطينا خيرك يا سعدو، الله يعطينا خيرك. يا الله لك شو هاد شو هاد
هذا ضابط بالجيش بيظهر لسه ما مات، كمل عليه وخلينا نهرب. لك هذا أخي، لك هاي مرت أخي، وهدول أولاد أخي، لك لحمي ودمي، لك وين بدك تهرب وين؟ كاسر لجن، لجن نزل البارودة. أنا كنت مجنون لما رحت لعندك ولما مشيت معك كاسر، وهلا بدك يعني يكون عائل. طول بالك لك خد، لك خد موت، لك أنت لازم تموت، سويت لي مجرم وبدك ياني اقتل أخي وولاده. خير خير، اللهم اجعله خير. مين؟ افتح لي أنا كاسر ابن الأب ممدوح، بدك افتح لي. الله يعطينا خيرك ويكفينا شرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاولي تحكي مع أخوك ممدوح مرة تانية، تأخروا كتير، مو معقول، مو معقول هالحكي. بابا أنا خايفة كتير، حاولت كتير أحكي مع أخي ومرته، ما في فائدة، الخطوط مغلقة. شو يعني بنتي؟ شو يعني؟ ما بعرف. قولي على أمت يعني خطفوهم. يا ويلك يا أم ممدوح، لك يا ويلك. قولوا الله يا جماعة، يا قولوا رب. الله اهدوا شوي يا رب. الخبر السيء بيوصل أوام، وطالما ما في خبر سيء يعني ما في شيء إن شاء الله. يا رب. هي القصة يا سعدو، أسعفت أخي ومرته وولاده على المستشفى وجيت لحتى أخبر أهلي. وشلون وضع أخوك ومرته وولاده هلأ؟ أخي وضعه مستقر، بس مرته وضعه مو منيح. وصغار؟ طمني عن الصغار. لا الصغار بخير، عندهم بس شوية جروح بسيطة من إزاز السيارة. قوم معي، قوم. لوين؟ لعند أهلك. لا لا يا أخي الله يسترك، أنا ما بسترجي واجه ولا أبي ولا أمي ولا أخواتي نهائيا. معك حق، خليك هون وأنا رايح أخبر أهلك ونروح على المشفى. ما فيني ضل هون، أنا بدي أهرب. لوين بدك تهرب؟ أنت لازم تسلم حالك وسلاحك، هذا أضمن إلك. اسمعوني منيح، اسمعيني منيح يا ممدوح، وانت كمان يا نوار. ما بدي حدا يبكي على ممدوح، ممدوح لسه ما مات يا جماعة، ما مات. اللي عنده نسر سوري ما بيبكي يا جماعة، بس الإنسان إلا ما يحزن ويبكي. صحيح، بس طريق الشهادة، طريق العز المزروع بالأمل وصون الوطن ومحبة الناس. ما بقدر إلا ما أحزن وابكي يا سعد، مو بس على أخي، على كل شباب الوطن. معك حق. كتير يا ديب، أنا وأنت منعرف طعم الدم، بس أنت أحسن مني، أنت بتقتل لأنك جوعان. قلت لك لا تقرب، نيابك ما رح ينفعوك، نياب الغدر اللي ببارودتي أقوى بكتير. فود، تستاهل تموت لأنك عنيد. ارمي بارودتك على الأرض وارفع ايديك لفوق يا كاسر. مين؟ مين أنت؟ أنا سواس رفيق محمود اللي قتلته. أوعك تتحرك، المجموعة مطوقتك من كل الجهات. إيه حاضر حاضر حاضر، هي رفعت إيدي. Thank you.
مشان الله طمني حكيم، شلونه ابني وعائلته؟ ابنك ممدوح بخير الحمد لله. سوينا له عملية مستعجلة ووضعه هلأ مستقر، والصغار بخير كمان. بس شو؟ زوجته. شو بمرت أخي يا حكيم؟ فرقت الحياة قبل 10 دقائق. الله يرحمها والعوض بسلامتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لك مشان الله يا سيدي موتني برصاصة معه وخلصني وريحني. لا ما حذرت يا كاسر، لك خليك تموت ألف موتي. لك حرام عليك، لك أنا كنت واحد منكم. هذا الكلام قبل ما تقتل محمود وتأسعف الهدف. لك هذا الهدف أخي، ولك أخي ابن أمي وأبي يا جماعة. لك حتى لو كان أخوك وابن أمك وأبوك، لك بيانو منطق، لك بيانو شرع هذا الحكي. هذا بمنطقنا وشرعنا لحنا ولك. لك ليش مين انتو؟ ولك مين انتو؟ لا البلد بتحبوها ولا البني آدم بتحموه. ولك لوين بدكن تاخدونا انتو لوين؟ خلاص اعطوا ابري من العيال التقيل وخلوه يهلوس للصبح. ألف الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك يا أمي. سلامتك أخي، سلامتك. الله يسلمك يا نوارة بيتنا ونوارة ضيعتنا كلها كمان. أي والله، كيفك يا أخ سعدو؟ أنا بخير طالما الوطن بخير. وين الصغار؟ همام ورهف وينهم أخي؟ أخذتهم الممرضة على بيتها لأنه جو المشفى ومناظر الدم ما بتناسبهم. بيتها بعيد من هون لك ابني، أنا لازم شوفه وأحضنهم وضمهم وشمهم. أي أمي أي، شوي تاني بتجي وبتروحوا معها على البيت منشان تاخدوا الأولاد. أي صحيح، طمنتوا على أم همام شي؟ سألنا عنها بس. بس شو؟ بس حصلت عليها. ممدوح يا ابني، أنا بعرفك رجال مؤمن بالله. يا ابني زوجتك العوض بسلامتك. الله يرحمها يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا يا بنتي على استضافتك للأولاد، والله يحميك لشبابك. ولو يا عمي أبو ممدوح، هذا واجبي. شو اسمك يا بنتي؟ ومن وين حضرت جنابك؟ اسمي ياسمين وأنا من سوريا. إيه؟ والسبع تنعام. والله ياسمين واسم على مسمى يغزي العين. بعد إذنك يا بنتي، تفضل. ممكن ناخد الأولاد معنا على الضيعة؟ إيه طبعا بتقدروا، هلأ وضعهم كويس الحمد لله. اللهم اجعله خير. مين جاي لعندي هلا؟ اكيد هذا كاسر مو ملاقي محل ينام فيه وجاي لعندي مسكين. سلام عليكم. اهلين يا ابني، مين حضرتك ومين هدول اللي جايين معك وليش حاملين هالسلاح؟ نحن مجاهدين. مجاهدين؟ وعم تجاهدوا ضد مين؟ يعني عدم مؤاخذة، فلسطين بعيدة من هون. بعدين بتعرف كل شيء. بعد هيك مو معقول نضل واقفين هيك على الباب. يعني
يعني هلا لوين بدك توصل يا سيد روسان؟ وشو المطلوب مني؟ انت رجال كبير وما بتقدر تهارب معنا، بس بتقدر تعطينا بيت تبعك. اولا مين بدي حارب؟ اهلي وناسي؟ وثانيا ما بقدر استغني عن بيتي. بيظهر انك ما رد تفهم بالذوق. اسمع لعلك، انا سوري وانتو ناس غرباء. السوري اللي اخترع الحرف والتاريخ بيحكي عنه من زمان بيت المونة والامان، والدنيا كلها بتعرف. هيك لكان تا انت يلا اقتلو. لازا اول شي قولولو الله اكبر، بعدين اقتلو. مرحبا سواس. أهلين معلم روسان، إن شاء الله الحمد لله على سلامتك. طمني شغل تمام؟ مو زيادة. المهم وينو هذا كاسير؟ شو هي أخباره؟ بغرفة التعذيب معلم، والشباب وحياتك ما قصروا. يعني ما لي سامي صوته ولا صوت شباب ولا شيء. يمكن عيار الإبرة تقيل شوي معلم. هون يا معلم روسان. والشباب تبعكم اكتشفوا اللعبة وتركوا المقر وتيسروا. شو هذا اللي حامله بإيدك؟ شو هذا؟ مثل ما لك شايف ولي قنبلتين. نعم ما في عيبك. شفتون؟ جاهزين للتفجير. اوك جن، اوك جن، بتروح هلك وبتروينا معك. طول بالك. تعالوا بال. لك مو انتو اللي عطيتوني ابره مشان البال؟ شو بدك؟ قول. قول. هلا بدك توصلني بسيارتك. ايه؟ للمحل اللي بدي اياه. ايوه. وبتبعد كلابك عني. ايه؟ يا اما بموت انا وياكم. مثل ما بدك، مثل ما بدك. تفضل على السياره، تفضل على السياره. ولا الا غيرت رأيي. شوفي مالي الشباب تبعاتكم كلياتهم لهون. يلا تاو انت ويا يلا شباب الكل يجي لهون، بدي اياكم معلم. يلا شباب يلا. والله لا اخذ بدارك المظلوم قتلته يا كلاب. بوح الياسمين. تأليف عبد الرحمن محمود. قدمت لكم دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تمثيلية الأسبوع. المخرجة المنفذة سناء حمود. تمثيلية الأسبوع. إخراج محسن غازي.